أدى وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة مع قيادة الوزارة صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث قطاري سوهاج جميعا بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العشاء. وأكد وزير الأوقاف أن المتوفين في عداد الشهداء، وقد أقيمت الصلاة مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي. الخاص للشهادة، وهناك المعنى العام للشهادة، فالمبطون شهيد، والمطعون شهيد، والحريق شهيد، والغريق شهيد، ومن مات في الهدم فهو شهيد. أيضا يقاس على ذلك، وده مفهوم فهم النص ومقصد النص، كل من مات سواء في حادث لا قدر الله، في سقوط طائرة، في غرق سفينة، في حادث سير، ينطبق عليه حديث المطعون. هذا هو المعنى العام للشهادة، طلب الرحمة من الله لهؤلاء الشهداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان يموت فيصلي عليه 40 رجلا إلا كانوا شفعاء له يوم القيامة. فهذا توسعة طلب للرحمة أولا.